يعني بنت خالتك دي ما حلالهاش تتجوز الا في عيد ميلادي، دمها تقيل قوي. لكن انا برضو زعلانه منك. ايوه طبعا لازم تصالحيني. هتعزميني على الغدا؟ مفيش مانع. وتوديني السينما؟ مش بطال. لكن قوليلي قبل مين بطل الروايه؟ الله تجنن يا بنتي يا ديدي. بتقولي ايه؟ ازلب اخصى عليكي. هو انا عيله؟ ده انا يا استاذه بقيت واحده ست محترمه عندها 17 سنه و 12 ساعه. ريفار بقى. صباح الخير. ما بتردش ليه؟ علشان حضرتك نايمه لحد الظهر. مش كنت سهران امبارح في عيد ميلادي؟ ايوه. والنهاردة الجمعة مفيش كلية؟ أيوة. طب ولازم أنام كويس عشان أسمن؟ أيوة. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. تعالي بقى يا ستي تعالي وشوفي. ده لازم في قضية مهمة في الجورنال. أيوة يا بنتي، بس يا خسارة الدفاع ما كانش ولا بد، ما كانش قوي. خسارة يا بابا إنك ما طلعتش محامي. معاكي حق يا بنتي، كنت زماني دلوقتي محامي بارع، أرج المحاكم رج، أفتش عن المواد القانونية والتخريجات والتفسيرات اللماحة والتكتيك البارع. يا خسارة طلعت تاجر خردة. والخردة وحشة يا بابا؟ مش هي اللي عملت لنا كل ده؟ الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. ولا يهمك يا بابا، ما انا دلوقتي سنه اولى حقوق. ايه يعني كلها 3 سنين و40 يوم وابقى محاميه كبيره، ارج المحاكم وافتش على المواد والتخريجات وتساعدني في كتابه المذكرات؟ ما عشان كده دخلتك الحقوق. عشان كده هتديني 50 قرش. 50 قرش بس يا بابا. انت خارجه حضرتك؟ تيجي عزماني على الغدا والسينما من 3 لـ6. الله، مش هنقعد نقرا القضية؟ لما ارجع. لما ترجعي؟ لما ارجع. طيب يا ستي قادر 50 قرش، واوعي تتأخري. 6:15 هكون هنا. اهلا عم صابر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. جيت انت، جيت النهاردة وبعت المحصول؟ ايوه بعته. وجبت لنا ايه معاك بقى؟ ولا حاجة. ها؟ جبت لك الكام فرخة العتاق اللي قلبك يحبهم وحبيض عليهم. يا سيدي كتر خيرك، بس خد نفسك. عاوزني اخد نفسي واسكت؟ هات الطاولة وتعالى ورايا وانا حبهتلك. اتفضل. مبروك يا صفاء. اسمع عليك انكم اجيب لك حبة ملبس؟ ايوه هاتيهم جوه عند ابوكي. انا راح العب بالابيض والعب الاول. اتفضل يا عريس الغفله. غيظك وكايده. انا مش فاهم ازاي تتجوز تاني يا عجوز يا كهلة. انا عبيط زيك تموت مراتي واقعد انش على الخرده؟ انا قاعد كده عشان اربي بنتي. هو انا يعني ما بربيش بنتي؟ ما هي اسماء مع صفاء في كلية واحدة. أيوة بس أنا شايف إن بنتك مقهورة ومراتك الجديدة دي. لا 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 لا، ابعد عن مراتي، إحنا ما نخسرش البنت بالدلع زيك. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. إيه الشياكة دي كلها؟ مش رايحة السينما؟ مع سينما معلوم، لك حق. ايه ده يا اخويا، ما تلعب وانت حظك بالنار. وانت عقلك من صفيح،
ازاي يا راجل انت تسيب بنتك تروح السينما لوحدها من غيرك؟ انت ده قديمة، العب العب. انا راجل حمش في بيتي وفي اللعب كمان. دبش. لا شيش جهار. لا دبش. بقولك شيش جهار. بقولك دبش. شيش جهار. دبش والله. شيش جهار. شيش جهار. طيب العب. امل لذيذة بشك. يخرب عقلك يا ديدي، انت لسه بتاكلي؟ انا اكلت حاجه النهارده. طب ده انا ما اكلتش نص ما اكلتي ومش قادره اقوم من مطرحي. عبيطه، مع ان اجمل حاجه في الدنيا دي هي الاكل. طب يلا بقى يلا، ولا عايزه تزوغي من عزومه السينما؟ عزوم مش معقول، امال هنام فين بعد الظهر؟ باي باي يا ماما، احنا نازلين. مع السلامه يا اولاد. تعرف يا صفاء ان الدنيا دي صغيرة قوي. ليه؟ هي عندها اقل من 17 سنة؟ لا، علشان انت دلوقتي واقفة قدام شقة ناس قرايبك ومعاكي في كلية واحدة. استني بقى، بذمتك دي مش قريبتك؟ الانسة صفاء ابراهيم ممتاز. ايوه يا فندم. وبذمتك انت مش معانا في كلية الحقوق؟ ايوه، بس انا في سنة تالتة وانتوا في سنة اولى. غريبة. ايه مش مصدقة؟ لا. الله. خلي مامتك تقول لها علشان تصدق. في ماما وفي المستندات كمان. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي. ثانية واحدة. قولي لي المستندات ايه؟ استني لما تشوفي، يمكن اثبات ملكية. مين دي؟ الله، دي انا. دي برضو انا. تفتي على كدك. اتفضلي يا لكن انت تقرب لنا ايه؟ انا مامتك الله يرحمها تبقى بنت عم بابا الله يرحمه. يعني انت تبقى ابن عم ماما؟ اه، وانت تبقي بنت عم بابا. لكن انت لما عارف كده من زمان، ليه ما جيتش زورنا يا كمال؟ يا كمال، اصل ما عرفتش غير النهارده. ارى اسمك في النوتة بتاعتك اللي استلفتيها مني. اه، صوت مين الحلو ده يا كمال؟ دي تبقى صفاء يا ماما، بنت الاستاذ ابراهيم ممتاز. والله ما شاء الله. اهلا. اهلا بيك يا طنط. ما شاء الله ما شاء الله. فين يا صفاء؟ ما كنت صغننه قد كده وكنت تخطفي ورق الكوتشينه من قدامي وانا بلعب. فخلاص عجزت يا طنط، بقت بنت 17 كده. تبقي من يوم ورايح هتخطفي قلوب الناس. لكن احنا واقفين ليه؟ ايوه صح، احنا واقفين ليه؟ اتفضلي اتفضلي. معلش مره ثانيه، علشان رايحين السينما. يعني اتفضلي السينما عن قرايبك اللي ما شفتهمش بقالك 10 سنين؟ في الحقيقه ما يصحش. اقعدي اقعدي يا صفاء، نتسلى سوا. اقعدي وانا هسمعك مزيكا احسن من اللي هتسمعيها في السينما. اما انا عندي شويه اسطوانات تعالي نسمعهم. ايوه يا بسيون، انا حريك. ابعت لنا صودا والمزاد زي العاده. اتفضلي نقل على كيفي. ايوه ايوه يا منير، كلهم هيجوا. بس اسمع يا منير، تعالوا بدري وهاتوا كاتشين جديده معاكم. أفوار. لا بلاش لعب الليل يا ماما. وبعدين بقى معاك يا كمال، احنا مش هنخلص من الحكايه دي. بس على الاقل عشان روح انت سمع قريبتك الاسطوانات الجديده، مش شغلك. روح. ايه؟ هو اللي يسمع مزيكا يكشر كده؟ هو انا كشر؟ ده انا بضحك اهو. يا سلام، مزيكا حلو قوي. يعني ليه؟ هو انا ما اعرفش ارقص؟ ارقصوا وفرفشوا يا اولاد، دي ايامكم. يا سلام على مواعيدك المظبوطة يا صفاء، يا سلام. الكرة تحتي وقعت عندكم.
واهدى يا اختي. تعالي واد هنا. الو الو، اما قلة ادب. شكري أنا طالعة. لا استني لما نمشي سوا. لا انت اقعدوا سوا. باي باي. أما أنا عندي أسطوانة ثانية إنما الجنة. كمان واحدة واحدة علي. تعالي دلوقتي أما أسرح لك شعرك. يا ده أنا يسهر اتبهدلت قوي. دلوقتي خليكي حاجة ثانية خالص. بونسوار كمان. حدث جه ولا ايه؟ لا لسه ما حدش جه. دلوقتي هيجوا. فين ماما؟ جوه. انا نفسي بقى ابص في المرايه بشكل. يلا روحي شوفي نفسك. ياه ده انا اتغيرت خالص. ها لقيتي احسن ولا ايه؟ طبعا ما فيش نسبه. ميرسي قوي. يا بنتي الواحده مننا راس مالها لبسها وجمالها. والله يا حرام على باباكي يدفن جمالك بالشكل ده. بالعكس ده بيحبني خالص يا طنط. بس هو طبعا ما يفهمش في الحاجات دي. خلاص يا ستي من النهارده اعتبريني زي مامتك. تمام. قد ايه انا فرحانه اللي اتعرفت بيكوا. ولازم بقى تزورونا ونزوركم مش كده؟ ان شاء الله. تسمحي لي بقى لحسن انا اتاخرت خالص. لا افردي صدرك كويس وانتي ماشيه كمان دوسي على كعب. كويس كده؟ جنان. مين الأمورة الحلوة دي؟ دي صفاء قريبتنا الأستاذ عزيز. أهلا وسهلا. صفاء أنت اتأخرتي أوي أنا هوصلك. اتفضلي. اتفضلوا بينا على الترابيزة. قولي يا كمال دول برضو قريبنا؟ لا دول جماعة أصحاب. طب واللي يتكلم عن أصحابه يكشر كده؟ انا مكشر ده انا بضحك اهو. طب ارفار بقى قبل ما تكشر تاني. لا ايه انا مش هوصلك. ليه هو انا صغيرة هتوه في السكة. باي باي. طب باي باي. ازاي ديدي دخلك عندهم؟ مش قرايبنا. الله ما كنت انا وديتك بنفسي. ولا تزعل نروح لهم بكره. انت بتقولي ايه؟ انا مش عاوزك تعرفيهم ابدا. ليه يا بابا؟ الله انت بتحققي معايا ولا انا اللي بحقق معاكي؟ وحياتك يا بابا انا قضيت يوم كويس ضحكنا وهيصنا وفرفشنا ورقصنا. بتقولي ايه؟ رقصتم؟ بقى رقصتم؟ كمال علمني بقى حتة عيلة صغيرة زيك تحط لي أحمر في سفايفها وترقص. بقى أنا عيلة وصغيرة؟ معلوم عيلة وصغيرة. ولا كمان دخلتك الجامعة ولا لبست كعب عالي خلاص ولا كمان بعاملك معاملة كويسة واسيبك تخرجي زي ما أنت عايزة. يا بابا أنا ما خدتش حاجة أكتر من حقي. يا أخي كسر حقك. مفيش داعي أبدا تقولي الكلام ده. أنا أعرف إزاي أتصرف وأحافظ على نفسي. خلاص مش عاوز أسمع كلمة بعد كده. حاضر. مفيش حرية مفيش كمال دول ناس اخلاقهم ما تعجبنيش. حاضر. وتشليلي الاحمر اللي شفايفك ده وصابعك واعدليلي شعرك كده زي ما كان. في حاجة تانية يا بابا؟ تذاكري دروسك. سكينة. الست بتعيط جوه يا سيدي.
ازاي تخليها تعجب؟ هو انا اللي زعلتها ولا انت يا سيدي؟ انا بربيها علشان مصلحتها، علشان ثم انت دخلك ايه في الموضوع؟ يلا شوفي شغلك. سكينة اسمعي، دخلي لها العشاء جوه. حاضر. يلا ما حاضر يا سيدي. اللي قال اجيب لك العشاء. هو بابا اتعشى ولا لسه؟ لسه. طلق النهارده ولا ايه؟ انا واقف اقرا شويه كده. طب تراهيني انك انت واقف تستنى. بلاش زارع حماده ويلا على المحطه. طب قول لي قبل، من عندنا ولا من الاداب؟ من الشغل. من شغلي؟ طب تراهيني ان انا هلهبها منك؟ ده انا اتبحك. طب تراهيني انك انت مش هتتبحني؟ يا اخي اتهوى بقى. طب طيب هوا هوا. واقفه كده ليه وسرحانه في ايه؟ ابدا ولا حاجه. طب ترحيني انك كنت بتستني. انا؟ لا لا. طب يلا على المحاضره يلا. دلوقتي بقى هنتكلم في شروط صحه الزواج الشرعي. كان يشترط لصحه الزواج الشرعي عند الرومان شروط ثلاثه، هي الرضا والبلوغ وأهلية الزواج. وقديما كان لا يشترط رضا الزوجين، بل كان رضا أصحاب السلطة كافيا نظرا لشدة نظام السلطة الأبوي. اسمع. اتفضل. يعني لو كان الزوج والزوجة مش موافقين على الجواز أو بيكرهوا بعض كانوا برضو جوزوهم؟ ده اللي كان بيحصل، وعشان كده في نهاية ذلك العصر أصبح رضا الزوجين ضروريا بجانب رضا أبويهم. تسمع. طب وفي الطلاق برضو أبوهما؟ بل استمر التطور، فصار للابن في عصر الإمبراطورية الحق في الزواج رغما عن رضا أبيه. كده معقول؟ والبنت كمان؟ لا، على أن المرأة المستقلة. لكن لازم يبقى في مساواة في الحقوق بين الجنسين. يا أنسة صفاء، احنا بنذكر حقائق تاريخية مش بنناقشها. اسكتي يا صفاء. احنا من بقى لو بابا حب يتجوزني غصب عني دنا؟ على أن المرأة المستقلة بحقوقها كانت تلزم في الزواج. أنسة صفاء، أنا شايف إنك تعبانة شوية، تقدري تستريحي في البوفيه. قلت إن المرأة المستقلة بحقوقها كانت تلزم في الزواج مع السيادة بالحصول على إجازة وصيها نظرا لنقص الأهلية الفعلية في الإناث.
هو ينفع بالشكل ده؟ ده عايز أسيتون. ما أنا عارفة، بس هجيبه منين؟ أسيتون. أقولك تعالي نوصل لكلية العلوم نجيب شوية من هناك. لا أنا هشوف طريقة تانية، هجيب موز. أنت عايزة تسيحي دمك؟ الله وريني وريني إيدك التانية. إنما ده بان عليه صنف كويس قوي، خسارة تشيليه. لكن أنا عاوز أشيله. إيه؟ بالعكس، ده بيخلي الصابع تتاكل أكل. أمرنا لله نشيله. أي أنا قلت لك هتبعك، أنت فاكرني بهزر؟ الله إيه كم؟ إيه؟ أنت فاهم نفسك إيه؟ أبكي يا كمال، أبكي وعيب. إيه ده يا أساتذة؟ عيب ده. يا دكتور رفعت أنا بصيت لقيته بيخنقني بدون مناسبة. بقى ده اسمه هزار ده؟ لسه بتتكلم بعد اللي عملته؟ أنا عملت حاجة؟ ما كنتش أحب إن طلبة الجامعة يتصرفوا بالشكل ده. يا فندم دي قريبتي ولازم أدافع عنها. طب اتفضل. تعال يا صفاء. حاجة غريبة. أصلها قريبته. قريبته؟ أيوة. هو خنقك قوي؟ لا بسيطة. الزرار اتقطع؟ لا ما انقطعش. أنا مش مبسوط من التغيير اللي شفته النهاردة يا صفاء. حكاية المقاطعات الغريبة في المحاضرة وإكلادور هنا في الكلية والهزار مع طلب السنة تالتة والخناقات دي. أنا ما هزرتش مع حد، الحكاية أنا مش عاوزك تحكي لي يا صفاء. أنا واخد بالي منك كويس من يوم ما دخلت الكلية، منتظمة في الدراسة وماشية دغري وكويس، وأحب تفضلي كده على طول. توعديني يا صفاء؟ حاضر. تقدري تروحي دلوقتي لوحدك طبعا. حاضر يا دكتور، سعيدة. مع السلامة. صفاء 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 صفاء، انت عايزاها في حاجة؟ كنت عايزة اقولها على رحلة القناطر. اصل عيت اسمها واسمك كمان. دي عشان الكلية كلها؟ لا سنة اولى بس. خسارة. طب مدي عشان نحصلها. سيبيها دلوقتي. هي ايه الحكاية؟ بعدين اقولك. من فضلك اديني ازازة اسيتون. حاضر. طب ممكن كمان حتة قطنة؟ ليه؟ انت عايزة تشيليه؟ ايوه اصل لونه مش عاجبني. طيب انا عندي تشكيلة الوان هتعجبك قوي. معلش يوم تاني. الستين ده كويس قوي علشانك. بكم من فضلك؟ جنيه واحد بس. مرسي. مازال بكام البنطلون ده من فضلك؟ بتلاتة جنيه سبعة وتلاتين قرش، حاجة رخيصة قوي. ميرسي. الكرة. الله مشكلين جدا. مرة تانية انا هخبي الكورة مش هديها. وهنحطك تحت الدش ونغرقك مية. هرحموني كمان. مشكرين جدا. وانا مبسوط جدا منك.
امال يا بابا، ده انا حتى شفت كمال واقف عند الباب، لفيت من بعيد علشان ما اقابلوش. وغيرت مطرحي من جنب جيجي في المدرج، وحتى وانا مروحه ندهت على رحله القناطر عملت روحي مش سامعه. مبسوط بقى يا بابا؟ الا مبسوط، ده انا مبسوط جدا جدا. وهذاكر النهارده عند اسمه. وماله، ابوها صاحبي وراجل حمش وهي بنت طيبه. يا بابا انا ما احبش ازعلك ابدا. وانا هخليكي احسن واحده طول ما انت بتسمعي كلامي. بس كنت عايزه اشتري كتاب وحبيت حاجات كده عشان رحله القناطر. رحلتي دي كمان؟ دي رحله دراسيه علشان سنه اولى بس. مدرسه اولى ما فيش مانع. عايزه كام؟ 4 جنيه و37 قرش. وليه بقى 37 قرش دول؟ يا بابا ما احبش ازود عليك كده. طيب خدي يا حبيبتي، ادي 5 جنيه صحيحه اهي. فليح يا بابا. وارتاح يا سنه اولى. ازيك يا صفاء؟ وازاي ابوكي؟ هو اتمرن على الطاوله ولا لسه؟ مهما يتمرن ما يقدرش يغلبك. يغلب مين؟ ده انا بكربسه وباخده على مشمه واخليه يتلخم في شبر ميه. بتتكلم مع مين يا صبرين؟ مع صفاء بنت ابراهيم صاحبي. ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا ابني؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ وحضرتك برضه تلميذه؟ ما هي ويا اسماء في كليه واحده. يا ادي الكليه اللي طلعتوا لنا فيها. مش نتعلم يا ابله؟ ليه؟ هو قله عرسان يا اموره؟ ما انت هو يا حبيبتي على وش عدد. يلا خشوا ذاكروا يلا يلا. خلصتيني شبشبي يا حبيبي؟ ايوه خلاص يا روحي. شاطر. عامله نفسها بتحبه. مش مراته يا اسمه بقى واحده صغيره زيي تحب راجل كبير زي بابا. حسب ما تعرفيش حاجه. سامعه؟ بحب تضحك عليه بالشكل ده، واخده فلوسه اول باول. ومعرفش ليه يا صفاء كل يوم والتاني تصفروا البلد ولا يحللهاش الخروج الا لما يسافر. طب وانت ليه ما تقولولوش؟ اقول ليه يا صفاء؟ هو دلوقتي حاسس ان انا بنته دي، حتى عماله تزن على ودانه علشان يطلعني من الكليه ويجوزني وتخلص مني. يا نهارها زي ازمه. اطلع لي من حتتين الغسيل اللي فوق السطوح. يلا هز طولك كده. حاضر. اهلا يا حبيبتي. وده ايه ده؟ اتفرج. الله، ده بنطلون. ايوه حلو قوي يا اختي. على لبس في واحد زيه عشانك ده يا حبيبتي. ايوه علشان رحله القناطر. قناطر؟ وده بكام يا روح؟ بتلاتة جنيه وسبعة وتلاتين قرش. جميل خالص. ودي بكام؟ بجنيه بس. بس؟ مبروكين عليك يا حبيبتي، 7 بركات. الله يبارك فيك. أسيبك بقى تذاكري. ذاكري يا روح قلبي ذاكري. مش تيجي تلعبيني بصرة بقى يا بطة؟ ألعبك يا روح قلبي، بس لو غلبتك تديني 15 جنيه. 15 جنيه؟ آه. علشان إيه بقى؟ هجيب لك صبغة شعر يا حبيبي، وهجيب لنفسي ستيان وبنطلون. طب الأولانية عرفناها، والتانيين دول إيه رخرين؟ عشان أروح القناطر يا عينيا. قناطر؟ أمال أسيب بنتك تروح لوحدها؟ وتلبسي بنطلون يا بطة؟ ما ألبس ليه يا روح بطة؟ أولاً البنطلون حشمة ورجال، ثم أنت مش بتلبس بنطلون. ايوه بس البنطلون. بس ايه؟ وحشه؟ مش قصدي. عجزت؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ولا عايزني خاصمك وما اكلمكش؟ لا 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 لا، كلكم والخصامكم. يبقى خلاص لازم تسمع كلامي. طب واذا غلبتك بقى يا روحي؟ وهون عليك تغلبني يا سابرينا. ما تخافيش ما تحافيش، هتغلبيني هتغلبيني. بس انا عندي شرط. ايه هو؟ الدفع مقدم. لا 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 مش مقدم، على واحده. على واحده ونص عشان خاطر عيونك وال15. هات الكوتشينه وتعالى. تعالى يا حبيبي. يلا يا اخويا. اسف على مهلك يا صوفي، على مهلك. ولسه يا منشور. ايه ده؟ هترقص له سلامتها، هترقص له. والنبي. ما يلا بقى. مقدم. ادي 5 يا ستي. واد
ادي خمسه يا حبيبي. الزواج هو اتحاد الرجل والمرأة، اتحادا يؤيده القانون ويقره الضمير العام، ويترتب عليه آثارا قانونية لا تترتب على أنواع المعاشرة الأخرى. الثانية. هذه الثانية. الثالثة يا حبيبي. هذه الثالثة. لو كنت عارف كده كنت جبتهم فكة. ومن غير فكة يا صابرين، أنا تحت أمرك، ودول على الحساب يا حبيبي. ازيك؟ الله يسلمك. ايه مالك؟ ما انت شايفة الجو اللي أنا عايشة فيه. كل واحدة ليها مشاكلها. مشاكل ايه اللي عندك يا صفاء؟ كفاية عليك اللي بيحبوكي. ها؟ بيحبوني أنا؟ أنا مش محسوبة. انت حلوة وتستاهلي. قوليلي قبل، مين دول اللي بيحبوني؟ يعني مش عارفة؟ أنا عارفة إن بابا بيحبني خالص خالص خالص. والدكتور رفعت. الدكتور رفعت؟ أنا واخدة بالي من أول السنة. ها ومين تاني؟ كمان. كمان ده قريبي. ويبقى عاوز يموت صاحبه علشانك إلا إذا كان بيحبك. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ ده الحبيبة كتروا خالص ولسه يا حمادة و... لا حمادة لا. اشمعنى بقى؟ حمادة لا. أسمع، أنت بنتي بتحبيني. وإيه الفايدة؟ هو مش حاسس بيه. الأستاذ كمال ساكن هنا؟ أي كمال؟ كمال صاحبي بتاع الحقوق. بتاع الحقوق؟ بتاع الحقوق، ساكن فوق في تاني دور. طب وحياة أبوك، خلي بالك من التصل الورنية أحسن جديد. حاضر. مفيش غيرها. حاضر. والله فكرتني بمشوار الجراج. يعني هنفضل نلعب أربعة؟ ما احنا كويسين كده. والله أنا قلت لواحد صاحبي يجي، مش عارف اتأخر ليه. أهي فرجت. أما هو مفتح الباب لأحسن لهاني من الخدامة بتاعتي واخدة إجازة. أنا باس الدور ده. 3 جنيه. باس. معلش. سعيدة، أنا متأسف أوي، ما كنتش فاكر إن المسألة. لا أنت عليك غرامة كبيرة أوي. أنا جيت أهو، هو فين؟ جوه مستنيك، اتفضل. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. اقعد هنا. 2 جنيه. معاك. 3 ارواح. فلاس. تكسب. الفيش قدامك والحساب بعدين. افندم. يلا فرق. افرق ايه؟ احنا بنلعب مقفول. مقفول ايه؟ بوكر يا اخي. بوكر ايه؟ لا انت باين عليك تحب التريقة. تريقة ايه؟ ايه؟ بونسوار. بونسوار. منير موجود؟ ايوه اتفضل. ميرسي. مصار عليكم. مصار. ادي يا ست شوقي اللي قلت لك عليه. امال حضرتك تبقى مين؟ انا صديق كمال، زميله في الكليه. ما قلتش كده ليه من الصبح؟ حاضر. هو هناك في اوضته، اتفضل. متشكر. اتفضل يا استاذ شوقي. سعيده كمال. أنا جاي أعتذر لك عن الفصل اللي حصل مني في الكلية، ما كنتش عارف إن صفاء تبقى قريبتك. أرجوك ما تكلمنيش دلوقتي. أما نشف عرق الكسوف اللي نزل عليها بيكو. إيه حصل إيه؟ افتكروني واحد من اللعيبة، قعدوني على الترابيزة وحطوا الكوتشينة قدامي، وبعدين اكتشفوا إن أنا حتة غشيم، راحوا شارحيني من وسطيهم، أما فصل. إيه يا كمال؟ الله. أنت لسه زعلان مني؟ حمادة احنا اصحاب ومش ممكن نزعل من بعض ابدا. بس انا خايف لو تكون قريبتك لسه زعلانه. هي عندها تليفون. افتكر كده. طب هات التليفون عشان نعتذر لها. يلا. مسكينة داري دول وديهم في اوضتي. حاضر.
مساء الخير يا بنتي. الليله دي بقى حسابات مش قضايا. اي والله يا بنتي عندي شويه حسابات عاوز اخلص منها. انما قولي لي ذاكرت كويس عند اسماء؟ يا بابا ده انا ذاكرت ومذاكره اما دماغي اتذكرت. طيب يلا خش اوضتك استريحي على بال سكينه ما تجيب لك العشاء. يلا اجري اجري. من الحق يا ستي في واحد كلمك في التليفون. اسمه ايه اللهم صل على النبي؟ ايوه اسمه سكبال يا ستي. اتكلم امتى؟ من ربع ساعة كده ولا ساعتين. ها وقلت له ايه وقال لك ايه؟ قلت له مش هنا لكن قال لي هيكلمك تاني. وقلت لبابا؟ لا يا ستي مش عارفة ايه اللي خلاني اقول له واحد غلط في النمرة. لا شاطرة روحي بقى بس هاتي لي التليفون في السر. حاضر. ده جرس الباب. حاضر. الو ايوه انا. ايه جرس ده يا سكين؟ ده جرس الباب يا سيدي. لازم الواد الشقي بتاع الكوره. هو الواد الشقي ما فيش حد غيره. يا سلام يا صفاء تعرفي ان صوتك حلو قوي في التليفون. اوعى. طب ايه يا حماده انت مش جايب التليفون عشان اعتذر لها؟ الو انا حماده. انا بعتذر لك يا صفاء. ايه بتقولي ايه؟ مش زعلانه؟ خلاص يعني صافي يا لبن خلاص. اوعى بقى. ايه ده كمال ده؟ ايه مش خلاص اعتذرت عايز تعمل ايه تاني؟ الو صفاء ازيك يا صفاء؟ تعرفي انا لو كنت سمعت صوتك الليله كنت هتضايق قوي. نقدر نتقابل بكره في بوفيه الكليه؟ ايه ليه يا صفاء؟ بابا اللي عاوز كده. لا ما اقدرش ازوركم. لا اوعى تيجي. طب عند ديدي كمان؟ ما تروح انت كمان القناطر وهي الجنينه هناك كبيره ونقدر نتكلم. اسمع ابقى هات حماده معاك علشان قال يعني انتوا صحاب وجايين مع بعض. اسمع اوعى حد يشوفك. كمال بلاش تكلمني تاني في التليفون. اسمع انا عارفه ايه اللي جابك دلوقتي. العشاء. ايه اللي خلاني اقول له يروح القناطر؟ انت بتكلميني يا ستي؟ مالك اتكتمت ليه؟ مفيش حاجه. طب تراهن انها قفلت السكه في وشك؟ لا ابدا هخلصها كلام. طب بلاش دي. تراهن انك انت بتحبها؟ وايه الفايده؟ اذا كان ابوها مش عايزها لا تكلمني ولا تعرفني. انت لسه ما اكلتيش؟ اتعشي يا بنتي. بيعمل ايه التليفون هنا؟ كنت بتكلمي حد؟ ابدا ابدا انا في دماغي يا بابا. هات التليفون. يلا غيري هدومك وتعشي. حاضر. الله ايه اللي خلاني اكذب على بابا بالشكل ده؟ انت بتكلميني يا ست؟ لا يا سكينه لا. طب يا ست اقعدي اتعشي. مش عارفة ليه ماليش نفس. ستي انتي حاسة بحاجة؟ يا سكينة. يا صباح الفل يا سيدي. ستك طلعت الرحلة؟ من بدري يا سيدي. وفطرتيها كويس؟ فطرتها كويس قوي وحضرت لها الحمام كمان. حمام على الصبح علشان تاخد برد؟ تاخد برد ليه يا سيدي؟ ما هو البلطلون هيدفيها. بلطلون؟ ايوه يا سيدي وحطت الشيالة على صدرها. شيالة؟ السكان؟ ايوه. جابتهم منين دول؟ جابتهم ليلة ما كانت عند ست أسماء بتذاكر. وليه ما قالتليش؟ يعني اتعلمت تخبي عليا. اسمعي ليلة ما جابت الحاجات دي مين دخلها التليفون اوضه النوم؟ والجرس اللي ضرب كان جرس الباب ولا جرس التليفون؟ ما اعرفش والنبي يا سيدي. ما تعرفيش ولا بتتلعبي عليا؟ وانا مالي يا سيدي؟ ما هي اللي قالت لي كده. مين كان بيكلمها؟
تاني مرة وحياة ربنا ما أعرف يا سيدي. يعني أكتر من مرة؟ أول مرة في واحد كلمها اسمه سي كمال وهي كانت لسه ما جاتش. عموك حمزة قولي يا تلامزة حطوا الهمزة فوق النبرة الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله 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 يا بدوي جاب اليسرى والشيخ مكتوب قلب المكتوب الشيخ مكتوب قلب المكتوب ما فيهاش كسف ملق البصرة الله الله يا بدوي جاب اليسرى يا صمار يا جميل يا ابو الخلاخيل شد المنديل ورقص عشرة ورقص عشرة يا صمار يا جميل يا ابو الخلاخيل شد المنديل ورقص عشرة من غير مدرة الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى محكمة محكمة لله لخينا إياه محكمة لله لخينا إياه أنا حضرة معاه خلوها حضرة دلوقتي انتوا خدتوا فكره عن نظام السجون وبكده يبقى انتهى الجانب العلمي من الرحله تقدروا دلوقتي تفسحوا على كيفكم يلا بقى يا جماعه انا اسف جدا يا مدموزيل اجيب كوبايه ميه لا مش عاوزه ميه اجيب كازوزه محدش طلب منك حاجه قولي بس يبقى زمر ثاني مره لا مؤاخذه اصل الكلاكس خربان هو ده الكلاكس الخربان روحي انتي دوري عليهم وانا هستنى هنا بقى انا اللي بختي حلو لا يا اختي ندور سوا
احسن ما لقاهمش وتمسحيها فيا. اقول لك كل واحده فينا تدور في ناحيه. طيب. بابا الدكتور رفعت. فرصة سعيدة يا دكتور. أنا الأسعد يا فندم. أسمى، أسمى تعالي. فين صفاء يا أسمى؟ هناك. تعملي لي خدمة يا أسمى، عايزك تندهي لي صفاء بس في السر من غير ما حد يعرف. قولي لها إن هستناها عند الكوبري. متشكر قوي يا أسمى. ما يلا بقى يا أسمى، روح انت بقى يا عم استناها وسيبني انا ادور على رزقي. يا ترى صفاء ماشيه كويس في الكليه؟ لا طبعا، هي مجتهده جدا وانا معجب بيها. وهي كمان دايما بتشكر فيك. كده؟ قول لي يا دكتور. لا مؤاخذه، انا بعتبرك زي اخويا الصغير. العفو. مش عيب انها تلبس بنطلون؟ بابا اسكتي. ومش عيب انها تشتريه من ورايا؟ اهو ده الشيء اللي مزعلني، لأنها أول مرة بتعمل كده. أصلي يا بابا. اسكتي. على العموم البنطلون دلوقتي بيلبسوه ستات كتير، خصوصا في الرحلات. إيه؟ أهو مثلا. الله يخيبك يا صابر. ده إيه المفاجأة الحلوة دي يا إبراهيم؟ بونجور. أهلا وسهلا. صدفة ما كانتش على البال يا صفاء. ده أنا فرحانة قوي اللي شفتك دلوقتي. ميرسي. ما تعرفنا ببعض يا أخي. صابر صديقي، والد أسمى. الست بتاعته. اهلا وسهلا. الدكتور رفعت استاذ في الكليه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن اذنك اتفضلي. ما تتفضلوا نشرب قهوه في البوفيه. مفيش مانع يا فندم، اتفضلوا. انا رايحه اتفسح شويه. اتفسحي يا روحي. ميرسي يا صابرين. يلا بينا. سبته هناك. وليه تسيبه يا كمال؟ اصل بقى روحي اندهي له يا اسمى. حاضر. صفاء انا عايز اكلمك لوحدنا. لوحدنا؟ ايوه، لما نخلص كلامنا تبي ترجعي تقعدي معاهم. طب هنروح على فين؟ بس تعالي قبل ما يجوا. تعالي تعالي. اشتري لي ثلاث اربع مانجايات. مفيش هنا مانجا. مفيش ازاي؟ انا شايفه الراجل ماشي هناك من الناحيه ده اهو. يلا يا حبيبتي احسري لي نشفان وانا هستناك هنا مش هتنام. حاضر يا روحي كمان عند الكوبري اوان. انت بتعاكسني ليه يا افندم؟ أنا عايز أسألك، راحت الخضة ولا لسه؟ يا ساتر، ده أنا من ساعتها وقلبي بيدق. وأنا قلبي اتخطف دلوقتي لما عرفت إن أسمى تبقى أختك. أسمى؟ آه أنت معاها في سنة أولى؟ أولى إيه؟ أنا في سنة تالتة دبل. دبل كريم؟ آه. طب وإيه اللي وقفك عندهم؟ آه صحيح، إيه اللي موقفني عندهم؟ يلا. هتوديني فين؟ تعالي، يلا بس. أخص عليك. تعالي تعالي. أنا من رأيي الواحد يكون شديد. يكون راجل وهم يمشوا على العجين ما لخبطوش. انت بتعمل كده مع بنتك اسمى علشان مراتك؟ انا قلت لك ابعد عن مراتي. بعدني. على اي الاحوال انا مش من رايي الشده الزايده ولا الحريه المطلقه.
أحسن حاجة الواحد يعامل أولاده كأصدقاء وينصحهم ويراقبهم من غير ما يحسوا بكده. وعشان إيه اللف والدوران ده يعني؟ يا أخي سيبه يتكلم. لأن الأولاد في السن ده بيفتكروا إنهم خلاص كبروا ومش محتاجين لتوجيه من حد. إحنا لازم نوجههم غصب عنهم. لا، الشدة هتخليهم يعندوا وتبص تلاقينا بندفعهم من غير ما نشعر للكذب والمشي في طريق عكسي يمكن يضرهم في مستقبلهم. قصدك يعني الكبر ابنك خوي؟ بالظبط. وإذا كان في حاجة خطيرة يا دكتور؟ هنا طبعا يجب الأب يتدخل ويكون حمس زي ما بقولك. أمال أنا لو شفت أسمى عملت كده ولا كده كنت أقطم رقبتها. يا سلام، ده انت صعبان عليا قوي انك عايش لوحدك يا حماده. اعمل ايه؟ اهلي في البلد يا بطه، اعمل ايه؟ اسمع، احنا عندنا شقه في السطوح اوضتين فاضيين، انما ايه؟ شمس وهوا وصحه وعافيه، وبالشكل ده نبقى جيران ولا تحملش للدنيا هم. هو ده عشان تعرف ان قلبي عليك. انا مش عارف اعمل ايه في البق الحلو ده اللي بيطلع افكار جميله. حماده اعقل، ده احنا بقينا جيران. حاضر، هعقل. وده وقته؟ جدا 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 جدا. البنت ويخطفها مني، لا تتعلم ولا تترافع في محاكم. فعلا البنات اللي زيها يبقى عندهم استجابة سريعة ويفتحوا قلوبهم بسهولة من غير ما يعرفوا فين مصلحتهم. وحقها كله إلا العيلة دي. أنا حفدت عيني على الآخر، بس وحياتك تساعدني أنت كمان يا دكتور وتخلي بالك منها في الكلية. تأكد إن يهمني مستقبل صفاء زيك تمام. طيب ما تتمم جميلك وتشرفني في البيت تساعدها وتساعدني عليها. بس أنا محبش أدي دروس خصوصية. دي حالة استثنائية يا دكتور، وكمان نتناقش في المسائل القانونية حاكم أنا غويها من صغري. طيب يا سيد إبراهيم هفكر. يا عن إذنكم، يا دوبك الطلبة يروحوا. متشكر. العفو يا فندم. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. الله، هي بطة تأخرت ليه؟ هو انت مفيش في دماغك الا بطه بطه؟ ايوه مفيش، بطه فلفل شطه. دي عشان تفكرك تروح لصاحب البيت. من بكره يا بطه اشوف وشك بخير في السطوح يا حماد. في السطوح يا ملكه البط. دمك خفيف يا مضروب. باي. وانت يا مضروبه. حمد لله على السلامه، لسه جايبه المانجا دلوقت دوختيني وراكي. معلش، المانجا اهي. المانجا اهي، اعمل بها ايه دلوقتي؟ كليها اشبعي بيها، انا مروحه. ولا هاتي واحده احسن من عيني. هبقى اكلمك ازاي واشوفك ازاي؟ اقول لك نخلي أسمى صندوق البوستة بتاعنا. فكرة. صفاء، مع السلامة بقى.
أسمع، ادي جواب ده لصفاء النهارده ضروري. حاضر. أنا كاتب فيها نمرة تليفوني، إذا عايزتني تضرب لي، أصل النمرة مش في الدليل. حاضر. وانت بقى ما تجيبش سيره الدروس الخصوصيه دي لحد. اه طبعا. راح فين يا اسمي؟ هذاكر عند صفاء. كده؟ طيب يا حبيبتي ربنا يفتحها عليك، مع السلامه. يا بطاطا نلعب منها عشرتين بصرة قبل ما اسافر. معلش يا حبيبي، خش انت حضر شنطتك عشان السفر وانا هطلع فوق اشوف الغسيل نشف ولا لا. ما تخلي الغسيل اللي بعد اللعبة يا بطاطا. مش هتأخر عليك يا زبرينة يا حبيبتي. اسمع، انت جاي تزوري مين هنا؟ ده انا ساكنة هنا. وانا كمان سكنت هنا. فين؟ في السطوح. والنبي؟ او النبي، صدفة غريبة أوي. مع السلامة. مع السلامة. أهو دلوقتي يا صفاء مالكيش أي عذر. الدكتور رفعت اتكرم وهيديكي درس خصوصي، وعاوزة تجيبي في نهاية السنة امتياز زي ما جبت بنص السنة، ولا ايه يا دكتور؟ ان شاء الله، ولو اني مطمن عليها يعني. ربنا يسهل يا بابا. طيب بقى عن اذنكم ما اكتركمش، تسمح يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. سيب القلم دلوقتي يا صفاء. هنقرا؟ هنتكلم في مسألة خاصة. في الحقيقة أنت متفوقة ومش محتاجة لمساعدتي بره الكلية، لكن أنا قبلت وجيت عشان أنتهز الفرصة وأكلمك بحرية. يا ترى أنت عندك فكرة هكلمك في إيه؟ أيوة. في الحقيقة هو موضوع دقيق شوية، لكن أنت عقلك أكبر من سنك، وده اللي بيشجعني إني أكلمك بكل صراحة، خصوصا بعد اللي شفته في القناطر بينك وبين كمال. طبعا هتقولي مش من حقي اني اتدخل بينك وبينه، لكن والدك هو اللي طلب مني كده، وانا برضو حريص على مستقبلك يا صفاء، وتاكدي ان كل اللي هتقوليه هيكون سر بينا. كلمي. في الحقيقه انا مش عارفه اقول ايه، مش معقول. انسي ان انا استاذ، افتحي لي قلبك واتكلمي بكل صراحة. انت عارفة قد ايه انا بحسك. ما علشان كده مش قادرة اتكلم. سعيدة. اهلا اسماء، تعالي اقعدي معايا يا بنتي. ما فين صفاء؟ احنا هنقعد ندردش مع بعض لحد ما تخلص. روح حط الكتب على الترابيزة. امال الترابيزة اتعملت ليه؟ اه طبعا عشان الكتب. كتاب جديد ده؟ ده؟ لا لا، اه ده انا استلفته النهارده مكتبة الكلية. كتاب عظيم باين عليه. اه صحيح. وانا اموت في كتب القانون. اه بتموت.
اتفضل يا سيدي. جواب من كمال لبنتي. اتفضل يا سفارة. بهدي انت بتقري لنفسك يا بابا؟ ما تحرجنيش. اقري الجواب بهدوء. اقري يا سفارة. حبيبتي صفاء حبيبته المجرم. كملي يا سفارة. اعتقد ان للحق ان اسميك حبيبتي بعد ان كنت الى جواري وكنت الى جوارك في الاناضر ونحن نرى حبيبين يترجمان عن مشاعرنا بكل صدق وامانه. شوف الترجمه دي تبقى ايه. لم نتكلم ولم تتلامس ايدينا ولم تتلاقى اعيننا، ولكن تخاطبت قلوبنا وعدت من الاناضر أو من الجنة التي ولد فيها حبنا، وأنا أسعد من مشت قدمه فوق الأرض. إيه من غير تمثيل؟ برضو بهدوء. كمل يا سفارة. ولكني فوجئت بخبر كاد أن يبدد كل سعادتي. لقد سمعت أن تكملي. ما أقدرش يا بابا. اتفضل أنت كمل. لقد سمعت أن اطلع برا. لقد سمعت أن الدكتور رفعت يهتم بك اهتماما خاصا، وأنه على علاقة وثيقة بوالدك، وأنه سوف يعطيك درسا خاصا بالرغم من أنه لا يعطي دروسا خصوصية لأحد. فلماذا؟ لماذا؟ وحاطت 600 لماذا و500 علامة استفهام. الواد قليل الحياة. كمل. هذا يعني شيئا واحدا، هو أن الدكتور رفعت يحبك. شفت ازاي الولاد دول بيفسروا العواطف النبيلة؟ مش أنا اللي ترجيتك تديها الدرس؟ برضو تكمل. حاضر. صفاء، أنا لم أذق النوم منذ الأمس يا عيني، ولم أشأ أن أرد عليك أو أخاطبك وأنت في الكلية احتراما لرغبتك نسيدك، ولكن يجب أن أراك اليوم بأي سبب. سأنتظرك في تمام الساعة 6 على كورنيش النيل بجوار الكازينو. لا بد أن تحضري لمقابلتي بأي طريقة، بأي طريقة. وحطت لي خط تحت طريقة. يعني أنا طرطور يا ست صفاء؟ العفو يا بابا. وماضي كمان حبيبك سي كمال. أنا حربيكي وربي كمان سبتي ده. سعيد يا كمال. الدكتور رفعت. تعال اقعد معايا شوية. لا معلش يا دكتور، أصل أنا مستني واحد صاحبي هنذاكر سوا. وماهر تقدر تشوفه من فوق. لا أصل هو ما بيحبش يقعد في الحتة اللي زي دي. مش معادك الساعة 6؟ أيوه. لسه 5 دقايق. تعال. دي الليمون يا ابني. افتكر ليمون معقول دلوقتي عشان يصحصحك. ما انت باين عليك ما نمتش طول الليل. مين انا؟ لا ابدا. ازاي؟ ما هو بقى واحده من الاثنين، يا بتكذب عليا يا بتكذب على صفاء في جوابها. وانا استبعد انك تكذب عليا. سيجاره؟ لا متشكر. انا اسف يا دكتور، لكن هما اللي كمان. انا مش جاي عشان اعذبك ولا دافع عن موقفي، لأني واثق من نفسي ومتصرفاتي مع الطلبة الكل، لكن أنا جاي عشان أحمي واحدة من الطالبات اللي بعتز بيهم، وبرضو أحافظ على طالب من اللي بعتز بيهم. وأول حاجة أطلبها منك إنك تحافظ على كرامة الكلية اللي بتتشرف بالانتساب إليها. يا دكتور، أنا بيني وبين صفاء علاقة بارية. التصرفات اللي شفتها وسمعتها ما تدلش أبدا على كده. بس إيه اللي أنا عملته؟ التليفونات والخناقات والزواغان في الأناطر والكلام اللي بجوابك. ودي بنت لسه صغيرة ما تحتملش أبدا هزات زي دي، وأنا أول واحد يحافظ عليها. لو كان أبوها معتقد كده ما كانش قطع علاقته بيكم. هو حكى لك؟ يعني تصرفات أمي هتقف قدامي في كل حتة.
2 كرت. خمسة جنيه بس. طيب 15 جنيه. خشب الجنيوت علشان البيت يا مدام. اه ميرسي. الله واقف كده ليه يا كمال؟ ما تدخل تذاكر. عايز اكلمك لوحدك. ايه عاوز تفكرني تاني مصاريف الكليه؟ لا مش بس كده. طب استنى ما الناس تخرج. ناس؟ هما فين الناس دول؟ دول ناس دول؟ كمال جرايه يا سيدنا، ما تلم لسانك، ما تتحشرش انت. طب ما تجيبش سيرتنا، احنا بندفع 25 جنيه للبيت كل ما بنلعب، فاهم؟ اه وبعدين تاخدهم وتاخدوا اللي في جيبها كمان وانا مستقبلي يروح، مش كده؟ كمال ايه السخافه دي؟ سخافه؟ لو كان انا مستقبلي عندك سخافه يبقى انا هقفل لك النادي بتاعك ده. لا ده انت زودتها قوي، انت ايه اللي قالك؟ كمال انت كمال كفايه يا سمعتنا غدات العرب، انت الست حريه بتاعتك اتبهدلت في النيابه وابنها اتلقح في المستشفى عشان تعرف ان كان معايا حق لما اقول لك ما تعرفش ناس زي دول. الحمام يا سيدي. طيب هات الجورنال التفت لدروسك، النهارده الجمعه وعندك طول اليوم مذاكره. النظام ده كله مش اتفقنا على كده؟ عنك يا سلام. حشم حشم استنى استنى. تعرف انك انت بنت لقطه، بنت بطه، بنت بطوطه. مش بقول لك احنا ما قلنا ايه ده قبل ده؟ اه لا دي يا حماده، دي يا حماده. ايوه دي بقى يا ستي ميه شعير محفوظه. لا يا شيخ. طب تراهن انها بيره يا حماده؟ عرفتها. طب تراهنين انها تعجبك يا بت وزه؟ بط تخصو عليك. أه؟ بط وزه كله بيتاكل. حماده حماده. مين؟ انا أفني. اسمع خش جوه خش جوه خش جوه. ايوه اسمع عايزه حاجه؟ اتفضل. لا ما تتفضليش. طب اتفضلي خدي اقرا المصيبه دي. مصيبه؟ الله 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 يا ساتر يا ساتر يا حفيظ يا حفيظ. يلا قوم يروح لكمال في المستشفى. لا على طول كده. طب مش يمكن ما راحش المستشفى ولا خرج من المستشفى؟ لا ازاي؟ اه ازاي صحيح ده لازم في المستشفى. طيب يلا بينا امرنا لله. يلا بينا انا رايح المستشفى. لا لا ده انت بقيت على الاول. شد حيلك يا كمال وما تخليش الحكايه دي تاثر عليك. بالعكس
أنا دلوقتي نفسيتي ارتاحت، وكان لازم أعمل كده من زمان. على العموم أنت راجل وتعرف إزاي تتصرف، وهتكون التجربة التانية مع صفاء. أنا هقطع صلتي بيها. كمال، كمال. صفاء. إزيك يا كمال؟ الحمد لله يا صفاء، دي عملية بسيطة وخلاص اتعملت. الحمد لله على ال الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله، الدكتور رفعت كان هنا. جيت في وقتك يا حماد، انا عايزك. احكي لي قبل حصل ايه. هحكي لك بعدين. انا شاكر قوي يا صفاء على الزياره اللطيفه دي. يعني عاوزني امشي يا كمال؟ ايوه، اصل في حق، في حاجة سر عايز أقولها لحمادة. وصليها يا أسماء من فضلك. حاضر. أنا مش فاهمة ليه كمال عمل كده. أنا عاوز أرجع أتأكد. لازم مكسوف تقعدوا مع بعض قدامنا؟ أبدا يا أسماء، ده لازم خايف لحسن أتأخر على بابا. يعني بابا كده لازم يبوظ كل حاجة، والنبي دي بقت عيشة تزهق. يا سلام، ده الحب لذيذ قوي يا اولاد. الله، مالك يعني تزحلقها بغباوتك وبعدين تقعد تعض في صابعك؟ انا وعدت ونسيت وعدي غصب عني، والراجل لازم دايما يحافظ على عوده. وده عمل رجاله؟ معلش سيبنا من الموضوع ده يا حمد. بلاش. قول لي. نعم. تسمح لي اقعد عندك شويه؟ يا سلام، اهلا وسهلا، على الاقل تقعد تقرف فيا واقرف فيك. رد على التليفون يا حماده. حاضر. ولو كانت امي قول لها ان انا مش موجود. طيب. الو. ايوه. لا، انا حماده صاحبه. هعمل معروف يا حماده، عايز اكلم كمال. طلبته كتير ما ردش عليا. عايز اسمع صوت ابني واطمن عليه. ابوس ايدك يا حماده، ابوس ايدك. هو ليه مش عاوز يرد علي؟ مش كفايه اللي جرالي؟ انا امه يا حماده، انا امه. وبعدين معاك يا كمان، دي مسكينه عماله تعيط. انا ايوه، اصلي كمان دلوقتي في. طيب يا حماده، انا هطلبه كمان شويه. أقول له كمان إنه يمكن يفرج عني النهاردة بكفالة. خليك جنبه يا ابني، كتر خيرك، كتر خيرك يا حمد. أنا هعرف إزاي أتصرف وأبني مستقبلي. رايح فين؟ خارج من المستشفى. طيب. الو، مين؟ عايز صفاء؟ دي لسه نازله من شويه. افندم. نعم. الله، ده بيشتم. الله، ازاي تشتمني يا راجل انت قليل الادب؟ يا نهار اسود، ده ابوها 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 ابوها. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت في المستشفى، أنا ساعدت بنفسي. أيوة كنت هناك.
انا مش قلت لك ما تشوفيش الولد ده تاني؟ يا بابا ده قريبنا، مش كفايه اللي جرى له؟ انت بتروحي له هناك عشان قريبك ولا عشان حبيبك؟ يا بابا دي مش عيشه دي، لا عاوزني اقابل حد ولا اكلم حد، ايه اللي شفت عليا عشان تعمل معايا كده؟ يا سلام، عاوزانا استنى اما يحصل ايه؟ مش كفايه المسخره بتاعت القناطر والجوابات؟ انا ما عملتش حاجه وحشه، واعرف ازاي احافظ على نفسي واختار الناس اللي احبهم. تكلمي عن الحب كمان؟ يا بابا انا زي كل الناس، من حقي اكره واحب يبقى لي اصحاب، انا لازم اعيش غيري، لازم اعيش، حرام عليك. بقى بتدوري على كده دلوقت؟ نسيتيني؟ نسيت ان انا حرمت نفسي علشان افضلك واربيكي واعلمك؟ وايه اللي هتاخده لما تحبسني من الكتب وتحرمني من كل حاجه وانا في عين شباب؟ انا عارف الوقت الزبت ده مأثر على عقلك. انت هتمشي زي ما انا عايز وتعيشي زي ما انا عايز، انت سامعه؟ لا انت ولا اي كلب من اللي تعرفيهم هيغير المستقبل اللي رسمتهولك، سامعاني؟ مش كفايه اني دخلت كليه الحقوق علشانك؟ علشاني؟ ايوه علشان ابقى محاميه وتشوفوا يا الصوره اللي اتحرمت منها، لكن بعد كده خلاص انا حره في حياتي. انت ما انتش حره ابدا. محدش هيقدر يمنعني. سيدي سيدي الحق يا سيدي، الست مش في اوضتها. مش في اوضتها؟ ايوه. اوعي. سكينه سكينه، هاتي تاكسي اوام. الجدع ده اللي اسمه كمال بتاع حادثة القمار اللي جه امبارح، حطه فين؟ خرج النهارده. انت متأكد؟ طبعا متأكد. ايوه عشان والدته سألت عليه من شوية قلنا لها خرج. متشكر. العفو يا فندم. يا حورية أحسن لك تقولي لي، أنت مخبيها فين؟ يا إبراهيم وحياتك، كفاية اللي أنا شفته، كفاية إن أنا ابني خرج من المستشفى ومش عارفة راح فين. يعني هربوا مع بعض؟ يعني ضحك عليها؟ ضحك على بنت قاصر؟ لا يا إبراهيم، كمال مش ممكن يعمل كده. مش ممكن ليه؟ مش تربيتك؟ أنا هبلغ النيابة. لا يا إبراهيم، حرام، حرام عليك تضيع مستقبله هو كمان، كفاية أنا. وعاوزاني أضيع مستقبل بنتي؟ سيبيني. كامل معروف يا إبراهيم، استنى ما ندور عليهم، وأنا متأكدة إن ربنا هيساعدنا وهنلاقيهم، اعمل معروف. أنت تعبت من السلم يا كمال؟ لا. دلوقتي استريح للسنة الجاية. الله، المفتاح فيه؟ الظهر وقع مني ولا ايه؟ انت جبت خدامة جديدة يا حمادة؟ لا، خدامة ايه؟ ده الليسانس بتاعي. ليه؟ الليسانس. الظهر المفتاح، نسيت المفتاح جوه من لخمتي. افتح يا طنطن. مين؟ انا حمادة. اهلا وسهلا، ازيك يا حمادة؟ الله يسلمك. خش. ما عنديش مفتاح. برضه خش. دور على المفتاح عندي. دورت ما لقيتش غير مية الشعير. اتفضل. الحكاية دي غريبة قوي يا كمال. المفتاح لو كان جوه يبقى الباب زي القفل، لو كان بره كان يبقى في الباب. يا غريب قوي، جوه بره جوه بره. يا اخي ما تجيب نجار اكسره وبعدين يبقى افكر. ايوه عشان نتفادى على ما فيش. امال عايزنا نقف نتحرق في الشمس؟ صحيح. الله ابيض ياهو، الحقوني. قوم يا ولدي يا حماده. اهو ده اللي حصل يا اسماء. معلش لازم نستحمل. هنستحمل ايه ولا ايه بقى؟ ليكون بابا. طب 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 تعالي فوق. فين صفاء؟ صفاء؟ اندهي لها اوام. دي مش هنا. ازاي؟ دي قايله لي انها جايه عندك. هي قالت كده؟ ايوه. تبقى يا بنتي انت مش صاحبتها يا حبيبتي. تبقي عارفه هي فين؟ انت مش مصدقيني. طبعا مصدقينك، خصوصا بعد الجواب اللي جبتيه من كمال. مش جايز تكون ما جاتش هنا، هي مش لها اصحاب تانيين. انا هدور عليها بنفسي. ما شفتيش كمال؟ كمال في المستشفى. اصله خرج النهارده وما رجعش البيت، ما تعرفيش راح فين. ارجوك تقولي لي، انا امه. يا ريت كنت اعرف، كنت قلت لها، كنت قلت لك. ايه
قوي. ايه القرف ده؟ هو من قلة القطط ابوك جايب بصياد الشريان؟ هو فين الاخر؟ سفر البلد. اتفضل اعمل لك قهوة. وقابلتك مش هنا ولا ايه؟ دي خرجت من بدري وراحت عند خالتها. يعني صفاء مش وياها؟ لا. طب يلا بينا ندور في حتة تانية. اتفضل. يا خبر ابيض، انا دمي هرب. ده بعد ان كان يشوفني بقى تاني. بس هتروحي فين يا صفاء؟ مش عارفة. اسمع، ما تكلمي كمال في التليفون. فين؟ في المستشفى. دي مامته كانت هنا مع باباكي ورخلة بتدور عليه. يبقى راح فين؟ طب ما تطلعي تسألي حمادة، يمكن يعرف. حمادة؟ ياه، ده انا نسيت. ايه ده؟ مفتاح حمادة معايا. مسكين، زمانه قاعد جنب الباب. تعالي نديله المفتاح ونسأله. تعالي. مش بالمية، مش بالمية، بالبيرة، بالبيرة. قلت لك لا يا حمادة. يا اختي قومي له الجرع ده. دلوقتي فرفش، دلوقتي فرفش قوي. ها. ايه ده؟ انت مش مبسوط ليه يا اسمك ايه؟ انت مش في سنة تالتة. كفاية انت مبسوطة. لا عيب، لازم كلنا ننبسط. ها؟ خد. لا مش عايز. بقول لك خد. حاسبة. يا قوة الله على سنة رابعة زنبالك. أني يالك يا سي كمال، فرفش 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 كما فرفش أخاك من قبل. الله، دي بطة. مش معقول. كمال. مش معقول. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا جاية أديلك المفتاح. هو كان معاكي؟ لو حضرتك اللي حبستيني هنا. طيب ان ما كنت اخلي ابوك يكسر رقبتي. صفاء بقى، علشان كده خرجت من المستشفى. ده السر اللي بينك وبيني. لكن انا غلطانه اللي اعرف واحد زيك. صفاء. ايه مالها ومالك دي؟ صفاء استني. عاوز تقول ايه بعد ما بانت اخلاقك؟ اخلاقي؟ لا يا صفاء، اللي انت بتظنيه فيا ده مش صحيح. كلامك مش هيغير اللي شفته بعيني. بس لما هتعرفي الحقيقه. مش عايزه اعرف اي حاجه عنك. ودي اخر مره تشوفني فيها. صفاء انت لازم تفهميني. من فضلك ابعد عن طريقي. طيب يا صفاء، انا مش هحاول ادافع عن نفسي عشان مش عايز اهدم حياتك. وهيجي اليوم اللي هتعرفي فيه الحقيقه. مع السلامة يا صفاء. كمال. قاعدة تعمل ايه تاني دي؟ شش عيب، ما تزحقش. الناس تقول علينا ايه؟ مش متعلمين يا اخي. خرجها بره. شيلني يا حماد. اشيلك؟ ده انا خفيفه، ده انا حتى وزني الريشه. ايه ده؟ انت وزني بس. اسمع، الله، بتعيطي ليه؟ اظن هتقولي لي ان بطن زعلكي برضه. انا عارفك عفريته وشيطانه وبدك تطفشيها من البيت باي طريقه. اطلع سطور وشوف مراتك اللي بتشتمني كل يوم والتاني علشانها. يا واد يا حم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عيني. ها نفسي. أنا حوريك.
طلقة بالتلاتة، طلقة بالتلاتة. هتروحي فين بس يا صفا؟ مش عارفة يا اسماء، مش عارفة. يبقى كفر، هو الواحد يخسر دنيته واخرته بالشكل ده؟ والله اللي بيموت بيقطع بنفسه، واللي يبكي عليه النهارده ينسى بكره. يمكن حد مضايقه في عيشته. هو عشان غيري اموت نفسي؟ ده رايي اللي قال ما بعد روح روح. اوعى يا عم اوعى. لا حول الله يا رب. ماشي يا هعيش لمين بعد كده؟ لمين؟ انت حلوه وتستاهلي. قولي لي قبل، مين دول اللي بيحبوني؟ لقد سمعت ان الدكتور رفعت يهتم بك اهتماما خاصا، وانه سوف يعطيك درسا خاصا، بالرغم من انه لا يعطي دروسا خصوصيه لاحد. فلماذا؟ لماذا؟ مالك؟ وليه ما جيتليش على طول يا صفاء بدل ما تروحي الأسماء وتلفي في الشوارع بالشكل ده؟ كانت فرصة عرفت فيها حاجات كتير. طب كملي الشاي بتاعك وانا هروح معاك البابا. مش ممكن، مش ممكن اروح له. يا صفاء ده ابوكي وليه حقوق عليكي. مش من حقه انه يحبسني في البيت ويضربني. احنا اتولدنا احرار يا دكتور رفعت، وانا مش ممكن اتنازل عن حريتي ابدا. يا صفاء الحريه شيء والفوضى شيء تاني. الحريه لها حدود، وابوكي برضه مسؤول عنك وعن مستقبلك لغايه ما تتنقل المسؤوليه لجوزك. مش انت يا دكتور رفعت اللي تقول لي الكلام ده؟ انت عارف كويس انه خلاص انتهى العهد اللي فيه المراه تبقى ملك خاص ينتقل من ايد الاب لايد الزوج. افهم من كده انك تقدري توجهي نفسك بنفسك؟ طبعا يا دكتور. طب وجيتي لي ليه؟ خلي عندك الشجاعة وجاوبي بصراحة. أنا جاي أسألك سؤال واحد. إيه هو؟ الكلام اللي كتبه كمال في الجواب بتاعه صحيح ولا لأ؟ افرضي إن الكلام ده خطأ. أخرج من هنا على طول. تروحي فين؟ وإن كان الكلام ده صحيح تستني؟ أيوه. يعني نتجوز؟ أيوه. وما كنتيش في لحظة اليأس دي ومفيش مكان تروحي فيه ولا إنسان يحميكي، كنت برضو فكرتي في الجواز بالطريقة دي؟ وده بعد تجربة واحدة وفي يوم واحد ما قدرتيش تحمي نفسك.
أنا؟ أنت عاوزة تهدمي حياتك ومستقبلك عشان خاطر أبوك كان قاسي عليك شوية؟ أنا غلطانة اللي جت لك. استني عندك، رايحة فين؟ سامي. رايحة في الشارع؟ في أي مكان؟ أنا حرة في العمل. خلصت من حياتي. لا يا صفاء، مفيش حد ينهي حياته وهو بيبتدي مستقبله، وفي ولو قلب واحد بيحبه. فين هو المستقبل؟ فين القلب اللي بيحبني؟ أبويا اللي كان عاوز يموتني، كمال اللي اتخلى عني واللي حب قلبي، أنت، أنت اللي بتجرح كرامتي وشعوري. صفاء، انت سألتيني سؤال ولسه ما جاوبتش عليه. لما جاوب ابقى صرافي زي ما انت عايزه. بس عاوز اقول لك كلمه واحده، كمال عنده حق، وانت عارفه قد ايه انا بحبك، لكن مش عاوزك تبني مستقبلك وتختاري شريك حياتك في لحظه انفعال او ياس. انت في بيتك ولغايه بكره الصبح تكون اعصابك هديت. حبيت هنا؟ طبعا. أمال حبتي فين؟ أنا اللي حبت بره، ودي فرصة عشان تفكري كويس. عن إذنك. إزاي تضربها بالوحشية دي؟ ما أنا قلت لك على الكلام الفظيع اللي قالته لي. بقى ده جزاءها إنها كلمتك بصراحة. خليك مطرحي، كنت عملت إيه؟ كان بدل ما تعاملها بالقسوة دي وتخليها تهرب منك، كنت تعاملها بحكمة ولين. دي مش حتة حديد تقدر تتنيها وتعدلها زي ما انت عاوز. دي إنسانة كتلة مشاعر وأحاسيس، محكوس إنها والتطورات اللي بتمر في حياتها. وأنا سبق كلمتك ونصحتك. والله يا دكتور ما قدرتش أملك نفسي، وانت عارف أنا كل غرضي أحافظ عليها وخليها تلتفت لدروسها وتعليمها. وكانت إيه النتيجة؟ أي هربت من البيت. دلوقتي هتكمل تعليمها؟ حافظت عليها تصرفاتك؟ تأكد ان هيحصل لها حاجة من اتنين، يا هتخلص من حياتها في لحظة يأس، يا هتمشي في طيار ما يرضهوش لها اي اب محترم. مش ممكن يا دكتور، مش ممكن. كان لازم تعرف الكلام ده من الاول. دكتور رفعت، انا دلوقتي عرفت غلطتي. انا هبقى زي اخوها، هجيب كل طلباتها، مش هحرمها من حاجة ابدا. بس يا ريت اعرف هي فين. بكل اسف ما بنتعلمش من غلطنا الا بثمن. دكتور رفعت ساعدني ارجوك. مفيش في ايدينا حل غير اننا نستنى، بس اللي اتمناه انها ما تتعرضش لاي خطر. ربنا يرزقك بواحده تانية احسن منها. لا 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 لا، مفيش جواز، اهي غلطة وراحت. لا كانت ليا ولا كنت لها. كفاية عليا انت يا أسمة، اخد بالي منك وعوضك اللي فاتك. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا سلام، انا صحيح كنت اعمى وفتحت، بس انت عورت حمادة خالص. ايه؟ لا لا ولا حاجة، انا مالي. طب والله العظيم ما كنت اعرف انها مراته. وافرض انها بنته يا اخي، ما برضه ما يصحش. عندك حق، ادي اخرة الصرمحة والكلام الفارغ. انت عارف ان الراجل ده لولا انه مش عايز فضيحة كان زمانك نايم على الاسفلت. خلاص يا سيدي اديني توبت. انما اسمى صعبان عليا قوي. ليه؟ باين عليها بتحبك. اعمل معروف، ابعد عني احسن تطلع مراته وهي رخل. نشوف لنا كتاب نذاكر فيه. العلم عافيه يا صديقي. انت بتقول اسماء بتحبني؟ ده اللي انا شايفه يا حمد. على العموم هي بنت كويسه ومؤدبه خالص. لا دي كويسه صحيح، دي كويسه خالص. ولا لكن انا ما استاهلش واحده زي دي، ولا انت تستاهل صفاء. أرجوك نقفل الموضوع ده. على أنت زعلت منها كمال؟ ما هو مستريها يا أخي تعذب نفسك بالشكل ده. أنت بتحبها وهي بتحبك. مش من الرجولة إنك أنت تحطم قلبها وقلبك عشان أبوها واخد فكرة غلط عنك.
ليه ما تروحش تقابله وتكلمه؟ طب تراهن ان هو لو عرف اخلاقك كويس هيكون اول واحد رحب بيك. يلا روح قابله. يلا يلا ما تبقاش مغفل زيي. يلا هربت ازاي؟ وازاي انت تعمل فيها كده؟ اطلع بره، انت السبب في اللي حصل. انا السبب ولا انتوا؟ انتوا اللي عايزين تلغوا وجودنا وتتصرفوا فينا زي ما انتوا عايزين. احنا ايه اللي عملناها؟ ايه الجريمه اللي ارتكبناها؟ كفايه كفايه المصايب اللي جت من تحت دماغكم. اخرج بره. انا هخرج بره لكن هدور عليها وهلاقيها، وبعد كده ولا انت ولا اي قوه في العالم هتفرق منا. انا هتجوزها، انت فاهمني؟ هتجوزها. انت؟ ايوه انا، وهعرف ازاي اكافح واخليها تحس بالحياه اللي كانت محرومه منها في بيتك. ابني حبيبي خلاص يا كمال، بعد النهارده مفيش حاجه هتضايقك ابدا، لا قمار ولا خمره ولا حاجه يا كمال، صدقني صدقني. تعالي يا صفاء. صفاء هي كانت هنا عندك؟ ارجوك دلوقتي تعرف كل حاجه. يا صفاء انا ما احبش اعمل حاجه في السر، وده اللي خلاني انده لهم عشان تعليني الخبر قدامهم. ان شاء الله تكوني فكرتي كويس. كلمني. انا هتجوز الدكتور رفعت. بتقولي ايه؟ تتجوز ايه؟ عندك مانع؟ ما هو مش معقول يا استاذ ابراهيم. انت اعترفت بغلطتك ووعدت انك تحترم رغبات بنتك وتعاملها كصديق، وانا احب اعرف قدامها ان كنت عند وعدك ولا لا. انا عند وعدي بس تبقى تحترم رغبتها في الجواز. صفاء دي رغبتك يا صفاء؟ ايوه. يبقى خلاص. كمان رايح فين يا كمان؟ انا شايف ان وجودي ما بقالوش اي لزوم. يا كمال احب انك تتصرف احسن من كده. عايز نعمل ايه تاني؟ أنا وعدتك إن أقطع علاقتي بيها علشان ما سبب لهاش أي مشاكل بينها وبين أبوها، لكن الظاهر إني كنت غلطان. طب تعالى أقعد استريح شوية. صفاء قبل ما تحددي مستقبلك أنصحك يا بنتي، ما تخليش حياتك في ناحية وقلبك في ناحية. يا كمال صفاء حكيت لي على كل اللي حصل بينكم وبين بعض. أنت عارف إنك سببت لها أكبر مشكلة في حياتها لما سبتها تفهم خطأ انك بتشرب خمره مع واحده ست مالكش اي علاقه بيها، وما حاولتش تفسر موقفك لدرجه انها كانت هتنتحر لولا انها جات لي هنا عشان خاطر تستقر في حياتها. خلاص هي تتجوز اللي عايزه تتجوزه. طب يا اخي مش على الاقل تبارك لها، ولا انت خايف من الموقف ده؟ ابارك لها. مبروك يا صفاء. ليه عملت كده يا كمال؟ ايه معنى الدموع دي يا صفاء؟ فرحانة ولا حزينة؟ أنا مش عاوزك تعملي حاجة تندمي عليها طول عمرك. صفاء اعتبري إنك مش مرتبطة بأي كلمة أو وعد، واختاري شريك حياتك من جديد
وتقدري تستشيري والدك إن حبيتي. حاضر، ده أنا حتى لسه صغيرة وعلى بال ما أتخرج من كلية. تكون امتحنتي عواطفك كويس وأخدت الشهادة اللي تعتزي بيها. أيوة دكتور أيوة. أهو ده الرأي السليم اللي كنت عاوز أوصل إليه. أقدم لكم الست بتاعتي. أنت متجوز؟ إزيك يا مدام؟ ولو ما كانتش مسافرة كنت قابلتيها امبارح، وعشان كده أنا بعت أجيبها مخصوص عشان تقولك بنفسها قد إيه أنا بحبك. هو كلمني كتير عنك وعن مشاكلك، وفي الحقيقة هو بيحبك، بيحبك حب الأستاذ لتلمسته. أنا وحدي بس اللي كنت فاهم كده.